ما حكم الزواج المفروض بالقوة على الفتاة أو على الشاب من قبل أهلهما؟ وهل عصيان الوالدين في مثل هذا الموضوع جائز أم لا؟ أولا، الزواج بالقوة لا ينبغي أن يجبر الإنسان على الزواج، سواء كان ذكرا أو أنثى، وإنما يتزوج باختياره ورغبته. وأما مسألة عصيان الوالدين في هذا فيه تفصيل. إذا كانت الزوجة التي ألزمك والدك بالزواج منها، أو الزوج الذي ألزم البنت أبوها الزواج منه، كان لا يصلح دينا من ناحية الدين، فإنه لا تجوز طاعته في هذا، لأن هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان امتناعه منه لغير الدين، إنما لأمر آخر من ناحية خلقه أو لأمر غير الدين، فالأحسن أن تطيع والدك، وأن ربما يكون ذلك خيرا له. الله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وربما يكون والدك أحسن نظر منك وأبعد نظرا في العواقب. فإذا كان كراهتك للزوجة أو كراهة الزوج لهذا الزوج لا لأمر ديني، فالأحسن أن يطيع والده وأن يقدم على الزواج، ولعل في ذلك خير إن شاء الله. بالنسبة للزواج المفروض بالقوة من حيث الصحة، هل هو صحيح؟ إذا كان بالقوة من غير اختيار الشخص، يعني أكره عليه، أكره على هذا، يكون له الخيار، يكون للشخص الخيار في إمضائه أو فسخه. نعم.